احنا متواجدين دابا في تراب مقاطعه عين صباحي المحمدي. كتقوم شركه افيردا على طيله مدار السنه بحملات تحسيسيه وتوعويه، وبمناسبه عيد الاضحى كتقوم الشركه بحمله توعويه وتحسيسيه مكثفه اللي من خلالها تيقوم فريق التوعيه والتحسيس بتوعيه المواطنين على ضروره الحفاظ على نظافه المدينه خلال ايام العيد. تيقوم ايضا فريق التوعيه والتحسيس بتوزيع الاكياس البلاستيكيه القابله للتحلل، وتيدعو المواطنين باش يجمعوا المخلفات الاضحيه داخل هذه الاكياس البلاستيكيه مع احكام الاغلاق ديالها، لان كيف ما تنعرفوا مخلفات الاضحيه تيكون فيها السوائل اللي كينتج ماده الليكسيفيا اللي كتؤدي الى انتشار الروائح الكريهه، كتؤدي الى انتشار الحشرات. هذه الاكياس البلاستيكيه المحكمه الاغلاق تيجيب الرم ديالها داخل الحاويات وماشي في جنبها. هذه الحاويات متواجده في جميع احياء وازقه مدينه الدار البيضاء. كندعيو ايضا المواطنين باش يتعاونوا مع عمال النظافه، لان كيف ما تنعرفوا هاد العمال غادي يشتغلوا طيله ايام العيد، وماشي سهله انهم تيخليوا الاسر ديالهم وليداتهم تعيدوا بوحدهم. نتعاونوا اذا، نكونوا متعاونين جميعا باش يدوز ان شاء الله هاد العيد في ظروف وفي ظروف نظيفه، وعيد مبارك سعيد ونظيف. الاستعدادات على قدم وساق من اجل انجاح هذه الفتره الحساسه بمدينه الدار البيضاء وهي فتره عيد الاضحى. استعدادات لوجستيكيه عن طريق المعدات التقنيه والشاحنات المعباه بشكل كبير ومكتف لانجاح هذه الحمله ديال النظافه في عيد الاضحى. كذلك على المستوى البشري هناك فئه اليد العامله اللي هي مضاعفه قصد انجاح عمليه تدبير النفايات بهذا اليوم وبهذه المناسبه اللي كتشهد تراكم النفايات بشكل كبير. من جانب الاخر هناك الشق التواصلي والتحسيسي اللي كيتم عن طريق فرق مخصصه كتواصل مع الساكنه بشكل عام على مدار الاسبوع كامل اللي كيسبق العيد، وذلك عبر اخبارهم بالسلوكيات المتبعه من اجل انجاح تدبير النفايات بهذا اليوم، وكذلك عبر توزيع اكياس بلاستيكيه مخصصه لهذا الغرض، وكذلك الاشاره اللي كنشيروا للسكان بانهم يحاولوا نهار العيد يخرجوا النفايات ديالهم بشكل مبكر ويبحثوا على اقرب نقاط تجمع النفايات ونستعملوهم بشكل فعال قصد جعل مدينه الدار البيضاء مدينه نظيفه يوم العيد ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي غادي يكونوا ان شاء الله يوم العيد كيقوموا بشيء رؤوس الاضاحي، كنبغي نشير لهم بان هذوك المخلفات ديالهم الا ما تجمعوش بشكل فعال راه كيشكلوا خطر كبير لا على عمال النظافه ولا على نقاط تجميع النفايات، لانهم كيكونوا مازالين في طور الشعال. لذلك كنطلبوا من هاد الناس هادو انهم يحاولوا ما امكن يتخلصوا من هاد النفايات بشكل فعال، ما يديروهمش هما باقين شاعلين، باش نحافظوا على سلامه عاملي النظافه وفي نفس الوقت نحافظوا على الحاويات ديالنا نظيفه، وان شاء الله هاد المناسبات تتم في احسن ظروف ان شاء الله.